السلام عليكم ورحمة الله، كيف الحال يا شباب؟ طيب إن شاء الله. معكم أبو إياد نيم، جايب لكم فيديو جديد، فيديو سنطوري. اليوم إن شاء الله راح نتكلم على إيفنت أو حدث موجود داخل اللعبة. بس قبل لا نبدأ، رسالة مهمة من القلب لمتابعنا أبو إياد: كل عام وأنتم بخير، وكل يوم وأنتم بخير. أسأل الله أن الله يمد بعماركم سنين مديدة، ونشوفكم كل سنة وكل عام وكل يوم، مو اليوم ولا بكرة، كل يوم إن شاء الله. كل عام وانتم طيبين، كل سنة وانتم بألف خير وصحة وسلامة. انتهت 2020، خلاص 2020 ما في يرجع، تكفى خلاص. نبغى 21 بإذن الله سنة جديدة، ترتيب جديد، شغل جديد بإذن الله. راح يكون المحتوى مختلف شوي، بحاول بإذن الله أني أقدم محتوى يرضيكم، وهدفنا إن شاء الله هذه السنة ما تنتهي إلا إحنا واصلين بإذن الله 2 مليون. ربي يسعدكم. اليوم راح أتكلم عن إيفنت موجود داخل اللعبة، راح تركز معي، ركز معي رجاء، ركز معي. يقولك في واحد ركز ركز، لا واحد ما ركز وارتكز ومات. راح نتكلم عن الإيفنت الجديد وكيف تطلع سكنات دائمة، سكنات تجنن وهدايا مجانية مقدم ببجي موبايل داخل اللعبة. الحدث شفتم الآن الشوب والصناديق تحتها كنز المفاجأة، تحت كنز المفاجأة هبة الشتاء زي ما انتم شايفين. الإيفنت راح يكون من يوم 1/1/2021 إلى يوم 10/1/2021. هذه الفعالية بالكامل سهلة جدا. وقت الفعالية زي ما ذكرنا سلفا، أثناء الفعالية استطيع اللاعب الحصول على حزمة هدايا شتاء واحدة مجانا كل ما سجل الدخول إلى شاشة الفعالية كل يوم. كما يستطيع اللاعبين إنفاق 30 يوسي فتح حزمة شتاء واحدة، أو 140 يوسي شدة لفتح 5 حزم شتاء في نفس الوقت. إذا فتحت حزم الشتاء هذه عندك فرصة عشوائية مو مؤكدة، عشوائي للحصول على أزياء دائمة وعناصر ذات سمة شتوية، يعني سكنات شتوية تجنن كذا نادرة ما هي موجودة بأي صناديق. يعني أبو ياد يشرح لكم شروحات مهمة جدا، برضو هدايا شعبية. ما أنتم تدوني طيارة وسيارة وهذه، في شعبية الآن شكلها يجنن بمناسبة السنة الجديدة أو حزمة الشتاء، تمام؟ ويضمن اللاعبين الحصول على 30 رقاقة من الثلج كل حزمة شتاء، واستخدام الرقائق الثلج لاسترداد ازياء وعناصر ذات سمة شتوية اثناء الفعالية، تمام؟ سيتم ارسال مكافآت الى مخزونك مباشرة، تلقاه بالبريد. راح الان نفتح الصندوق واشرح لكم بالتفصيل الممل. شحننا اليوم 11000 شدة او 12000 شدة موجودة على اليسار فوق. اذا حاب تجمع النقاط هذه الرقائق الثلجية تقدر تجيبها عن طريق الجيم. وهذه السكنات اللي موجودة زي ما انتم شايفين على اليمين، السكنات تجنن. خلنا نفتح هذه كذا، جنن السكنات. هذه الرقائق الثلجية إذا أنت فتحت باليوسي راح يديك 30 رقاقة ثلجية راح تفتح فيها بالصناديق اللي على اليسار. شوف في سكن دائم، في غطاء رأس دائم يجنن. شوف السكنات مع بعض كيف تجنن، كيف شكلها. أقدر أنا أسوي لها شير بالجوال، طبعا الآن بالجوال قاعد أفتح. زي ما أنتم شايفين غطاء الرأس يجنن. في السكن الثاني الثلجي، صدقني لما تدخل لوبي هيبة أسطورية. شوفوا، راح نبدأ الآن نضرب التقل فيها. وهذه الشعبية، إذا حاب تجمع 30 رقاقة ثلجية وتهدي أخوك بياد شاكر ومقدر لك. زي ما أنتم شايفين حظا موفقا تعالى معي رجع هذه. بالنسبة للصندوق المجاني للدخول اليومي راح تحصله فوق، شوفوا عليه صار فوق هنا فوق مكتوب جمع، وسجل الدخول يوميا، بس سجل الدخول يوميا. ها بجمع الآن الصندوق، فتحت الصندوق، صار عندي إيش؟ أني أقدر أفتح السكن هذا لشخصية الرجال، صار الصندوق مجاني اللي ب 30 يو سي صار مجاني الآن. راح أفتح الآن وأشوف السكن اللي طلع لي. الله، 30 رقاقة مضمونة زي ما ذكروا سلفا، حلوين. الآن راح أفتح باليو سي زي ما أنتم شايفين 30 صندوق مجانا. ليش ما في صوت يا بقعة؟ 30 رقاقة وين تحصلها أبو ياد؟ كل اللي عليك تروح على البريد. ربي يسعدكم، خلنا نروح البريد. أها النظام، وينك ولد؟ مركز هدايا، ألو، تعليم مقروء، حذف القراءة. لا هو يجمع عندي من أول. يا بقعة يا أبو ياد، ما علي. كلنا نتعلم. خلنا نشوف كم صار عندي الآن. صار عندي 60، بس شوفوا مقلوبة شوي. لو تركزوا معي فوق مكتوب 60 رقاقة، بس 60 مقلوبة شوي. اللغة العربية مع الإنجليزي إيفنت جديد، أصير أكيد بتصير أخطاء، لكن هدفنا الآن نطلع كل الصناديق هذه ونشوف 11000 شدة بتطلع السكنات أو لا. أنا أقول مثلا نفتح الآن بخمس حزم شتاء ب 140 يوسي. أوه ماي جاد يا أمي، طلعت الآن الشعبية زي ما أنتم شايفين. هذه الشعبية إن ترسل أصحابك شعبية كمثال، يعني كمثال
ان تشوف اصدقائك بالفرند تهديهم زي ما تقول صالح ابو عبد الرحمن عبد العزيز عبد الرحمن ارسال هديه زي ما انتم شايفين مملوك تجنن اثنتين ثلاثه مملوك ابلعوا لك كل عام انت بخير يا بعد عمري يا فديت روحك الله يسعدك يا غالي فهمت الان هذه تقدر تستفيد ترسلها لاصحابك نرجع للافنت مره ثانيه ونكمل والإفنت متاح من يوم 1/1 اللي هو اليوم إلى يوم 10/1 كل الناس إن شاء الله راح تستفيد من السكنات السكنات الميزة اللي فيها إنها دائمة وليست مؤقتة دائمة يعني كل السكنات اللي موجودة الآن راح تكون دائمة معك خلونا نضرب التقيل الآن ونشوف إيش طلع لنا عندنا ما شاء الله عندنا صناديق مجانية عندنا الخصومات بطاقات الخصومات صار عندي الآن 360 قطعة أقدر أشتري للبك لكن الآن هدفنا الآن نشتري بس السكنات الثلجية وراح أختار طقم يجنن في عندي السكن البنوتي هذا مع قناع الرأس البنوتي وعندنا سكن الريال الشنبات أبو ريحة باط أمزح خلونا نبدأ الآن يا رب يطلع لي شيء أسطوري او ماي جاد عندنا هدايا مجانيه لا اعذروني على الصوت اللي موجود الصوت موجود بس في جلتشات نكمل الان 104 يو سي 104 يو سي سهله جدا يطلع لك كل شيء يطلع لك قطع الرقاقات هذه اللي انتم شايفينها الان هذه الرقاقات نقدر نسوي لها ريديم للاشياء اللي موجوده عندي هنا الان ادمي 660 الان اقدر اشتري اي شيء ابغى بس هدف ان نشتري سكنات الغاليه وانت وذوقك اذا البنات يحبون يشتروا سكن البنات شي راجع لهم اذا الشباب يحبون يشترون سكنات الشنبات شي راجع لكم على حسب ذوقك لكن نشوف 110,000 شده او 11,000 شده بتطلع لي سكنات خلنا نحط خطي يا سلام موافق مره ثانيه تخيلوا يطلع لي سكن من جوا الصندوق او ماي جاد طلع لي سكن طلع الغطاء الراس يس مرحبا مرحبا يعني علي كذا بالرقاقات انا اشتري السكن بس يمكن بعد تطلع لي السكنات طبعا هو عشوائي انت وحظك مو مضمون يمكن تطلع لك كل السكنات يمكن يطلع لك سكن موحد وبالرقاقات الثلجيه تشتري الباقي انت وحظك عاد او ماي جاد والهدايا المجانيه راح اجلد الشباب اللي عندي الاصدقاء كل عام وانتم بخير فديت روحكم كفايه رقاقات او ماي جاد يا رب سكن بس سكن 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 عشان اشتري البقيه سكن بقع وصلنا 9000 احس هذا بيطلع لا ون مور يا رب شوفوا الهدايا اللي على الجنب شوفوا يقول لك 30 رقاقه يديك شوفوا او اي صندوق تفتحه كان ب 30 شوف انا بفتح 30 الان 30 يو سي الرقاقه 30 موجوده مره ثانيه خلاص يطلع لك 30 رقاقه ثلجيه ويطلع معها شيء ثاني يلا بنفتح الان 30 رقاقه موجوده بنفتح المره الخامسه على التوالي عشان يقول ابيض ينصب علينا رقاقه ثلجيه فهمت الان وبالصندوق الاكبر هذا ب 104 يو سي هذه 30 يو سي يضمن لك 30 رقاقه بال 104 يو سي يضمن لك رقاقات يا عمي بالهبل يلا اللي بعده بس سكن واحد تكفون باقي سكن تكفى مشكله ما اقدر بانفي هنا ها دقيقه بمسح انفي واضرب هنا ايوه وجع بس شعبيه تمام تمام يلا بس اخر مره كم باقي معنا 8000 شده يا او ماي جاد خلاص انا الان هدفي اجمع الرقاقات خلينا نشوف وين صار عندنا المخزون زي ما انتم شايفين السكن الثلجي وغطاء الراس الثلجي خلاص رسميا صار موجود عند بياد نعم هذا هو سكن الريال وغطاء الراس باقي سكن البنوت الان راح نضرب التقيل فيه ونطلع اذا ما طلع لنا بالصناديق راح نجيب ان شاء الله برقاقات ثلجيه عندي 4080 رقاقه يعني طيب 4080 باقي لي 300 رقاقه خلونا الان نفتح يا رب السكن طلع سكن البنوته يجنن خلاص نروح الان المخزون بس باقي غطاء الراس يا عمري فيكتور وسكن ثلجي او ماي جاد خلاص شوفوا ما كلفني حتى يمكن 4000 شده لو يطلع غطاء الراس انا بنجلط يلا ها الان بسوي استرداد للقطعه هذه موافق ب 1600 خلاص وفرت على نفسك وشريت كذا خلصنا من الصناديق طلعنا السكنات نحط غطاء الراس البنوته يجنن يا عمري فديت الدعلانه شوفوا القلب اللي موجود هنا على اليمين يجنن 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 الان وش الفقره احلى فقره في الحياه الو السلام عليكم معك فيكتور فيكتور الثلجي وير يو ار ليرنينج ليرنينج ميليتري ميليتري جو 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 يا ام جوينج ميليتري
I'm jump. Okay, يلا go go. لا تكفى دخيل الله. دخيل الله. واو. ابلع من الاسطورة بياد. ابلع تم جلدك من الاسطورة بياد. ابلع دور. طبعا اذا ما شفت بالشاشة احد بستخدم تقنية الفار. الشاشة الكبيرة. دقيقة وش يطلع لبيان. وجع فرامل. اي. امسك فرامل يا كابتن. بسم الله الرحمن الرحيم. واو. تم جلدك من الاسطورة بياد. ترى اللي ماسكني الى الان هو الفرست يعني بقى لو اخذت فرست كان بشيت. الله يفضحك. ارمي. لا يا الله. وجع. الله ينكبك. الله ينكبك. انا ايش سويت؟ لا يا بقع. حشرتني الله يحشرك ان شاء الله يجيك. او ماي جاد. خلاص يكفي وجابه خلاص. هذه حرب لا نقتل فيها ولا جملا. لا نقتل فيها ولا جملا. دور. البوت. شفت حركة الأركتش كيف؟ يما. الواد ده بينه حينجح ولا ايه؟ وقف اهرب. والله انه شافني. يو تكفى راسي. لا انقلع. وينك تقنية الفار؟ وينك؟ الله يخرب بيتك. الله يخرب بيتك. فضحت امي والله. شفته والله تقنية الفار. لا لا جد بلعت. الله يلعنك. انا مين؟ السلام عليكم. عليكم السلام. سلام عليكم. وعليكم السلام. يما
ليتس جو. ابلع من الاسطوره بياد، ابلع. دوهايا دوها دوهايا دوها ابويا جلد البوتا جوجو كتوتا دوتا دوتا. ربي يسعدكم، لايك وشير وفلو، نشوفكم فيديو ثاني. الا لا في سيو، باي باي.